البارية، وتعني قبعة مستديرة لينة ذات قمة مسطحة تصنع عادة من الصوف المحاك يدوياً أو القطن، يتم ارتداؤها كجزء من الزي العسكري لقوات الشرطة والجيش في جميع أنحاء العالم. وفي قضاء المسيب نظم ناشطون حملة بارية الوطن لتقوية الأواصر بين أبناء القضاء والقوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم في ساحات الاحتجاج. من مع الحملة اللي اسمها بارية وطن لدعم الأواصر وتقويتها مع القوات الأمنية، احنا نعلن تضامننا مع الحملة اللي أطلقها ونلبس بارية الشرف والغيرة العراقية. واليوم نشهد تعاون جميل وجيد جدا بين المتظاهر وبين القوات الأمنية. شهدت حالة حضارية طيبة ما بين الانسجام ما بين القوات الأمنية والناس المتظاهرين السلميين، فنجد رجل الأمن اليوم مع المتظاهر ليس لحماية المتظاهر فقط بل يضع يده بيد المتظاهر. أهالي القضاء أشادوا بالحملة التي تعكس مدى قرب القوات الأمنية من المحتجين. احنا نشجع حملة بارية وطن ونشيد بدور الشرطة ودور الجيش اللي يساعد على السلمية، وقلنا على عناد الجيش كله ويانا. على مستوى يعني كل المظاهرات اللي صارت من 2003 لحد الان تعاون مثل هذا التعاون حاليا. الشرطه جزاهم الله خير رغم كل جهودهم، نشكر جهودهم المبذوله لان ليل ونهار يعني من بدايه المظاهرات حتى نزول قطعوا نزولهم يعني خلاص الوليد. واجبات مستمره بحمايه المتظاهرين ولائهم للوطن، مو الواحد لا للجهه السياسيه ولا للحزب ولا الابد، ولائهم للوطن ولمدينتهم وجزاهم الله خير الجزاء. مدير شرطة المسيب قال أن من أهم واجباتهم تأمين الحماية للمتظاهرين مشيدا بسلمية أهالي القضاء. احنا من بداية التظاهرات إلى يوم هذا واجبنا هو تأمين الحماية للمتظاهرين ودوائر الدولة والأملاك العامة والخاصة. مثل ما دا أشوف إذا أكو متظاهر واحد تلقى أكو قوات أمنية تأمن له الحماية حتى ما يصير عليه اعتداء من أي كان من يكون. إضافة إلى أنه الحمد لله هاي المدينة تتمتع بشباب واعي، مثل ما دا أشوف هم أصلا دا يعمرون يعني هاي ساحة التظاهر اللي هي خاصة بمتظاهرين مسيب هم دا يعمرون بيها، يعني يصبغون ودا يرتبون بيها ودا يعمروها هم بجهودهم الذاتية. وبحسب المتظاهرين فإن القوات الأمنية في محافظة بابل تمارس دورها في حماية ساحات الاحتجاج ومراقبتها خوفاً من أي خرق يحدثه مندسين لحرفها عن سلميتها.